بحسن مدنا على بال الثاني ضرب هون وهون كيف؟ بس ارضي هاي ما بدها السلع، لو شو ما يصير يعني، هاي ارضي وارض ابائي واجدادي وارض ابوي ما بدها السلع. ارضنا وبلادنا، ارض للشعب بلاده اللي بدش ارضي يا جميل. كان ابوي يرددها ويقولها احنا هاي الارض يا اما فوقيها يا اما تحتيها. ساكنين هو كانوا اليهود يرحلونا يجوا يحملوا الغنم ونشرد احنا نرحل نعاود نرجع يعاودوا يصيروا بدهم يحملوهن نتنقل يعني من مطرح لمطرح. نعتبر احنا حراس الارض من 67 من وقت الاحتلال الاسرائيلي اليهود لقيط احنا صاروا أولادنا كبروا وصرنا بدنا نقريهم ثبتنا هان يعني ثبتنا على الحرة والحلوة وظلنا ثابتين يعني قديش الواحد بيصير عنده مشاكل وقديش بيصير عنده مرار يعني بتعب وفي الصيف كيف بيصير معه يعني الحم والبهدلة وظلنا متحملين عشان نقري أولادنا. قرية فروش بيت دجن قرية يبلغ عدد سكانها 1200 نسمة، معظمهم يعملوا بقطاع الزراعة بشقي ثروة زراعية والثروة الحيوانية. تبلغ مساحة هاي القرية 12000 دلم. صادرت قوات الاحتلال الصهيوني 9000 دلم وبقي 3000 دلم لأهالي سكان هذه القرية. عدد المستوطنات في قرية فروش بيت دجن 3 مستوطنات، اللي هي مستوطنة الحمرة اللي ابتلعت من أراضي هاي القرية تقريبا 8000 دلم، وبالإضافة إلى معسكر للجيش ابتلع منها 500 دنم، وهناك مستعمرة ماخورة ابتلعت الجزء الباقي من هذه الأرض. هناك مدخل رئيسي وهو المدخل الذي يقسم هذه القرية إلى قسمين، حاجز الاحتلال الصهيوني المعروف بحاجز الحمرة يقسم هذه القرية إلى قسمين وهو المدخل الوحيد، ففي أيام كثيرة في هذه القرية لا نستطيع أن نخرج منها ولا يستطيع أن يعود إليها أحد، فيبقى بائتا في العراء بسبب إغلاق هذا الحاجز. أريد أن أسميه حاجز الذل، حاجز التصفية. هذا الحاجز لا يوجد أي فائدة لهذا الجانب منه سوى أنهم يريدوا أن يذلوا سكان مناطق الأغوار. فعلى صعيد حاجز الحمرة فهو يقسم هذه القرية إلى قسمين ويمارس ممارسات بشعة في حق هؤلاء المواطنين، حيث كثير من المواطنين يضطرون أحيانا في هذا الحر الشديد أن يمكثوا إلى ساعات طويلة، وبعد المكوث إلى ساعات طويلة قد يضطروا إلى العودة ولم يسمح لهم بالدخول إلى هذه الأرض، علما بأن الأسرة الواحدة قد يكون جزء منها شرق حاجز الحمرة والجزء الآخر غرب حاجز الحمرة، ولكن للأسف يمنع الأخ من زيارة أخيه على هذا الحاجز.
وهذا الحاجز يعمل بلا أي ضوابط، حيث في الشهرين الماضيين قاموا بإطلاق النار على مواطنين من هذه المنطقة، حيث استشهدوا على هذا الحاجز دون أي مبرر ودون أي مسوغ. توجد مدرسة، وهذه المدرسة إلى الصف 11، وهناك كثير من الأطفال وخاصة أطفال هذه المدرسة عندما يمروا على هذا الحاجز يصلوا إلى هذه المدرسة وهم يبكون، وسبب في ذلك تلك الإهانات التي يتعرض إليها هؤلاء الطلبة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى مربي الأجيال المعلمين عندما يمروا على هذا الحاجز يمروا وهم يشعرون بالإهانة، ولكن رسالتهم السامية هي التي تفرج عنهم هذا الإذلال، فهم في جهاد عند توصيل هذه المعلومات إلى هؤلاء الطلبة. وتصوري أن الأطفال والطلبة التي يبلغ سنهم 7 إلى 8 سنوات أو 9 سنوات يخضعوا إلى تفتيش دقيق ودقيق جداً. قرية فروش بيت دجن لا يوجد فيها مصدر تيار كهربائي، مع العلم أن الكهرباء القطرية تمر عبر هذه القرية وأراضي هذه القرية، فلا يوجد أي مصدر للإنارة في هذه القرية ولا للكهرباء بسبب التعنت الاحتلال بإيصال هذه القرية بالكهرباء، مع العلم هو حق إنساني وحق طبيعي، ففي هذا القرن لا يعقل أن هناك موقع وأن هناك قرية تعيش بدون كهرباء. نعيش على مولد يعمل على المحروقات الديزل. كنا منذ 5 سنوات قمنا بعمل شبكة متواضعة في هذه القرية، ولكن للأسف مع غلاء هذه المحروقات لم نستطيع أن نوفر هذه الخدمة للمواطنين بسبب غلاء المحروقات كما قلنا من جهة، والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها سكان هذه القرية. تصوري أنه 3 ساعات إضاءة يدفع هنا المواطن من 300 شيكل إلى 400 شيكل مقابل إنارة لثلاث ساعات. مر علينا شغلات اليهود، يعني كهرباء فوق راسك برضو، يعني بخافوا نستفيد من الكهرباء لسبب واحد، يعطونا السبب أصحاب الآبار إذا بعطوهم إحنا الطبعين بتكل علينا المصاري، هذا اللي بيكون في نسبة اقتصاد عندنا، ولذلك منعوها. هاي بكل كهرباء تكون ملوثة، وهاي الكهرباء من فوق هذا الخط من مركش والأسد. هاي مستعمرة، منطقة عسكرية، هاي مستعمرة منطقة عسكرية، هذيك مستعمرة كضمت أراضي القرية كاملة من البلد لحدها، قدامك هالركعة هاي اللي بدها يكون فينا عليها، ما خلتش يعني حتى من فوق لسنتها مظلومة ما لا يحق لي أحط شيء فيها. محاطة بالمعسكرات والمستوطنات، وهي تكون لفترات طويلة مراكز لتدريب قوات الاحتلال في هذه الأرض وفي هذه الجبال. بنثبت في هاي الأرض اللي بنقعد عليها وبنفترشها وبنزرعها وبنأكل منها، ولذلك الاحتلال بس على شغله لشغله غير مشروعه، هو بطريقه مشروعه بيجيها. هاي بتغذي برك، بتغذي طبعا الدفيئات.
التبيئة تعتمد على شغلات مش أسبوعية، كل يوم بعد يوم. لك شغل مناسبة إنه رحلنا من هان، إنه يجي على برشتي إهد بدون أمر ولا إنذار ولا أي شيء، يعني أي شيء طبيعي عنده. قضوا على عائلة كاملة، إلى التزاماتها على عائلتين، هو شاهين وهو أنا شريكي. أنا عندي جامعات وعندي طلاب وعندي ديون في الحساب وملتزم، والثاني كذلك من هاي الدفيئات. لما دمروا لي البرشي قطعوا عيشي. المياه في قرية فروش بيت دجن هي الحياة، ولكن للأسف نعاني اليوم ومنذ 10 سنوات من شح واضح وملموس في المياه. والسبب في ذلك أن هناك 3 آبار ارتوازية للاحتلال في هذه القرية تجثم على هذه الأرض وتضخ مياهها الجوفية بدون أي مراقب، حيث تضخ هذه الآبار 9 مليون كوب في السنة، ولا يوجد أي جزء من المياه من هذه الآبار لري هذه المزروعات وهذه الأشجار في هذه القرية. هناك أمر آخر يوجد في هذه القرية، 7 آبار ارتوازية لأهالي هذه القرية مرخصة منذ عام 67، ولكن الممارسات الإسرائيلية لا تسمح لأصحاب هذه الآبار بتعميقها وترميمها إلى أعماق أخرى، فهذا أدى إلى شح النقص في مياه هذه الآبار، هذا من جهة. ومن جهة أخرى كما قلنا أن مشكلة الكهرباء سبب رئيسي في هذه القرية، فهي تسبب إلى شح المياه. فلو توفرت الكهرباء إلى هذه الآبار الارتوازية لاستطاع المزارع أن يروي أرضه من خلال ربط هذه الآبار بالكهرباء، وتكون الكلفة التشغيلية أقل بكثير من استخدام الديزل والمحروقات. فهم يفهمون جيدا بما أنه لا نربط هذه القرية بالكهرباء، فأمر طبيعي مياهنا الجوفية في هذه الأرض سوف تغذي مستوطناتهم. احنا قاعدين من كارع في حصارة العقلية الصهيونية، بتسأليني مسيطرين عن العالم؟ هذول ما عندهم قانون، هذول لو كان عندهم قانون انا بعرف اجاوبه. وجاوبت قبل الحاكم العسكري اسمه بارتي على قطعة ارض لي في 67، بقول له طيب أي دولة في العالم تيجي تجرف أرض مزروعة بدون ما تشعر صاحبها؟ فبقول لي الجيش الإسرائيلي فوق القانون. قلت له بتلبس أنت شايفك نطاق عسكري؟ قال شو؟ قلت له بضم القانون العسكري بضمك، لو سحبت العنش وطخيت عسكري تحاكم ولا ما تحاكمي؟ قال بتحاكم. كان في دفعني. كثير من النساء والشيوخ الذين فارقوا هذه الحياة بسبب ممارسات الاحتلال لأوضاعهم الصحية، لا سيما أنه أقرب مركز صحي عندنا في منطقة أريحة يبلغ 50 كيلومتر، وفي مدينة نابلس 30 كيلومتر، في ظل ظروف صعبة. في كثير من الحالات اللي احنا لهذه اللحظة نحزن عليها، وعلى رأس هاي الحالات
الذي لا يستطيع أحد أن ينساه ذاك الطفل الذي يبلغ 6 سنوات وقامت أو لدغ بعقرب فذهب إلى أريحة فكان هناك حاجز احتلالي أعاد هذا الطفل وذويه ومن ثم توجه إلى نابلس كذلك حاجز الحمرة أعاد هذا الطفل ولكن للأسف في صباح اليوم التالي لم نجد هذا الطفل بين رفاقه في المدرسة بالإضافة إلى ذلك كثير من النساء والشيوخ الذين فارقوا هذه الحياة بسبب ممارسات الاحتلال لأوضاعهم الصحية بروح نابلس بطلع نابلس على طباس يوم كانوا كان اجتياح نابلس وكان اروح على طباس وجعتني معدتي رحت على طباس وعلى نابلس وصار معي زي جلطه يعني بعض امرار ما بصل نابلس إلا أنا جاهز بروح من هناك بنام هان يعني بقدرش أقوم من نهارها هانا فيش يعني ما أنت شايفة فيش أنا لا عيادة صحنا ولا مي ولا كهرباء يعني العيادة مش بدها كهرباء العيادة مش بدي نحط فيها هالدواء وبدها كهرباء انه يثبت الدواء مظبوط فيش كهرباء كيف ما بدهم يفتحوا يعني العيادة في البلد اعتدوا علينا مرتين هدول يم هذول يجيبوا الجرافات وخلوهن كلهن هيك احنا يعني نطلع واللي يكوموهن يخلوهن سهل بالجرافة مرتين وهم يهدونا يعني هدوهن وعودنا بنينا وعودوا أجوا هدونا قالوا ممنوع تضلوا هو خلاص من يوم يجيبوا هالجرافة ممنوع تقرب يعني في علف بقى للغنم وهذا أجوا جابوا الجرافة وصفوها عندهم عند العلف بدهم ينعفوه تينعفوا في السهل زي هذه منعرف نلمه؟ منعرفش رحنا وقفنا على بكت الجرافة قلنا إحنا حطونا تحت التراب ولا تنعفوا حبها هناك إخطارات متتالية تكاد أن تكون كل شهر أو شهرين أو 3 أشهر ها بطريقة هيك منظمة يقوموا بإبلاغ السكان والمواطنين الذين يقطنون ببيوت اللبن والبركسات بهدم منشآتهم الزراعية والسكنية كله هذا قوشوا طردوا الخرفان الصغار طردوهم في الشمس وفي الهواء وفي البهدلة وإحنا شوفي هذول الصغار برا تكومنا في الشمس ومسكوهن يمخلوهن زي السهل اللي هن مبنيات عليها هدوهن من مرة جرافتين بقين نظل مكومين في الشمس لما نعاود نخربش نخربوش ونقعد تحتيها ظل لي عن الشمس منروح شو من نروح لا نروح ولا نيجي ما نعرفش نروح من مرة الخرفاننا الصغار طفشن هيك الخريات في الشمس وإحنا طفشنا وعودنا ثبتنا حالنا صرنا نخيط في الأكياس ونظلل علينا وعلى الخرفان الصغار لا يوجد هناك بيوت من الإسمنت في هذه القرية ولكن المداهمات الإسرائيلية كانوا يتعرضوا إلى هدم البركسات والبيوت الطينية لهذا الموقع فالسكان في حالة عدم استقرار في هذا الموقع والسبب في ذلك أن المواطن في هذه القرية
قد يتعرض بين الفينة وضحاها إلى قضية الهدم أو قصة الهدم. ففي الشتاء يكون مأواه العراء، وفي الصيف كذلك العراء. هيك بقول لهم يعني ظلوا هان وهنا مليح وهنا وساع وهنا الواحد بيعرف يحوس وهنا يعني لمني انا اتقع عنهم، بعدين هم قبلني رايهم يعني حرين بظلوا بظلوش. انا صامد هان يعني لو بدهم كان يحملونا في سياراتهم هم وكبونا احنا بنروحش، يعني بنروحش من هان بنروحش. كان بقول لك هم اليهود يعني يحملونا ويكبونا برا، أما إحنا صامدين هان يعني عم عيشتنا وعم عيشة حلالنا. الله أكبر، سلت غلالي وغذى أولادي وصرف على جامعاتي وحياتي منها. إذا هي بتنبادها نبدت الأرض هاي، إذا بتخلص من المي وين أروح؟ اللي كان عاملين لي كمترين ببحشوا لي بيه ليش؟ وافقة إسرائيل سحب المي اللي بتجينا من شمال فلسطين من هاي حتى خلوا عندنا جفاف، هاي رايحين شبر. وحياة أبوك اللي أظل صامد، والله ما زرعت أرض أبوك صح ولا لا؟ من قلتيش ما عنديش اشتري لها تفتاف للأرض، ما عنديش. صامد وظن معزب في البنات وعندي دار أسكنها، ليه بدي أشير أرضي وين أروح؟ بدي أنطيك سؤال أنت، أنا بدي جاوبك عليه. انطوني مليار أثرت العقلية الصهيونية، اضطريت على أحسن بلد لوزان اسمها في العالم هذه، ليه في سويسرا، وأجالها الطائرة قبل هدين على المطار، قالوا لي شخص أنت غير مرغوب فيك، هاي يعني الدليل على اني انا بدي اوصل الهدف. طيب شو انا بصح لي طائرتي تهدي في مطار المانيا وامريكا، شو اللي بيحميني؟ دلني هذا اللي انا فيه، بحط بطانيه فيه وعلى ظهر البطانيه بطلع للسماء، ما حدا بكون يكون منه. تربه بلادنا ما بتنباع ولا بتنشر.